لتحليل هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من لندن علي متولي المحلل الاقتصادي. أهلا وسهلا بك أستاذ علي. ولنبدأ معك بتوقعات هيئة الخطوط الجوية العالمية إياتا، تتوقع أن أسعار تذاكر الطيران ستواصل ارتفاعها لسنوات مقبلة، كيف سيؤثر هذا برأيك على أعداد الركاب وعلى خطط نمو هذا القطاع بشكل عام؟ طبعا في البدايه برحب بحضرتك وبالساده المشاهدين. بالنسبه لتوقعات اياتا، هو طبعا واضح ان الكورونا لسه يعني مؤثره على القطاع، وفي كذا حاجه يعني اتذكرت في تقرير اياتا ممكن يعني نستشف من خلالها الوضع الحالي للطيران العالمي، وكمان الاداء المتوقع في الفتره الجايه. هذكر حاجتين هنا، هم عدد الناس المتوقع يسافروا السنة دي. التقرير بيوضح انه هيوصل ل 4.3 مليار مقارنة ب 4.5 مليار سافروا في 2019. كمان اجمالي يعني العائد او الريفنيو بتاع شركات الطيران هيستمر في التعافي السنة دي، وهتنمو بحوالي 10% سنويا، وهتوصل ل 803 مليار، بس ده طبعا مقارنة ب 840 مليار في 2019. فهو في تعافي، لكن لسه ما وصلناش لما قبل الكورونا من أعداد المسافرين وكمان العائد. إذن يعني طبعا الوضع لسه في ممكن نقول تحسن من ناحية القطاع الطيران، وبالتالي آياتها بتتوقع إن هيكون في استمرار زي ما قلنا في التعافي، وفي إن نمو القطاع يعني بغض النظر عن الأسعار هيرتفع، خصوصا لأن الصين فاجأت العالم أول السنة دي وشالت كل القيود بتاعت السفر، وده سمح للصينيين بالسفر، وبالتالي عمل اللي هو الضغط على اللي هو الأعداد بتاعت المسافرين. يعني ما تقوله إنه أعداد الركاب سيستمر في الارتفاع رغم ارتفاع التكاليف، الناس لن تتخلى عن مسألة السفر سواء للعمل أو للترفيه، أليس كذلك؟ طبعا يعني هو ده بالظبط كده، هو ده المتوقع وده اللي اياتا بتتوقعه، انه السنه دي والسنه الجايه كمان هيظل في الاعداد في ارتفاع على الرغم من ارتفاع التكاليف. لكن طبعا التكاليف يعني هي مؤثره بشكل او باخر على القطاع نفسه، ك يعني operational side ناحية العمليات، لكن أنا بنتكلم على الطلب وأعداد الرحلات فهو بالضبط كده. طيب دعنا نجري بريك داون أو تفصيل للأزمات التي تواجهها شركات الطيران. لدينا ارتفاع كلفة العمالة، أيضا نقص بعض قطع الغيار جعلت بعض الشركات غير قادرة ربما على تطوير أساطيلها أو حتى تشغيل الأساطيل التي لديها بالفعل. ما نسبة تأثير هذه الأمور على كلفة تذاكر الطيران في النهاية؟ طبعا هم العاملين دول من أهم العوامل اللي على أسعار التذاكر، اللي هم ارتفاع تكلفة العمالة ونقص قطع الغيار، لأن يعني بيمثلوا حوالي 40 ل 50% من هيكل تكاليف شركات الطيران، وبالتالي زيادة الرواتب عشان العاملين بيواجهوا ارتفاع في تكاليف معيشتهم زيهم زي كل الناس دلوقتي حوالين العالم، فبيخلي في ضغط على ميزانية شركات الطيران، وبيخلي يعني الشركات دي تعيد النظر في أسعار التذاكر. الحاجة الثانية هي الصيانة ونقص قطع الغيار. طبعا من وقت الكورونا أغلب المصنعين الكبار في كل القطاعات الحيوية في الاقتصاد، من ضمنهم مصنعين الطيارات زي بوينج وإيرباص، يعني توجهوا نحو تنويع مصادر المدخلات بتاعتهم عشان يقدروا يخلوا سلاسل الإمداد
بتاعتهم أكثر مرونة وقابلية على تحمل أي أزمات في المستقبل. وطبعا حرب روسيا زودت التوجه نحو التنويع ده، بالتالي لما الطلب على السفر بالأخص السفر الدولي زاد بشكل ضخم وخلاص قرب يرجع زي ما قلنا لما قبل الكورونا، ده أثر على القطاع بشكل كبير لأن المصنعين ما كانوش لسه مستقرين على الموردين الجدد ولا على حجم الطلب المتوقع ولا على تكاليفهم الداخلية من عمالة وغيره. فطبعا الانتاج الناتج عن دوت هو يعني طلب عالي على السفر ومعروض من الطائرات غير كافي، فالنتيجة هي زي ما قلنا أسعار تذاكر عالية. الظروف التي مر بها العالم خلال ال3 سنوات الأخيرة، بداية من كورونا وأيضا المشكلات المترتبة على ذلك وبطبيعة الحال الحرب في أوكرانيا، هل فرضت على شركات الطيران أن تعيد النظر في البرامج المقدمة ربما، أو أنها ربما تبتكر نوع جديد من التذاكر بحيث تجتذب شرائح أخرى؟ طبعا، واحنا شفنا يعني في طرق، لانه طبعا المنافسه على فكره برضو احتدمت بين الشركات الكبيره. خلينا نقول انه في شركات صغيره ما قدرتش انها يعني طبعا تسرفايف او يعني تنجو من الاضرار بتاعت الكورونا، لكن الشركات الكبيره طبعا علشان بقى تجذب ليها الميدل كلاس واللو انكم يعني المستهلكين اللي هم محدود الدخل واللي هم متوسط الدخل، دول يعني في ليهم برامج زي اللويالتي كاردز وفي زي اللي هو البوينتس سكيم، يعني في حاجات علشان اللي هو ايه يعني نشوف المستهلكين اللي هم محدودي الدخل يقدروا ان هم يسافروا عبر الشركات الكبيرة ديت. لكن يعني ما اقدرش اقول انه في تغير كبير جدا في المنتجات المعروضة عن قبل الكورونا، لأنه الطلب يعني عالي جدا والشركات مش محتاجة، في شركات كتير مش محتاجة إنها أصلا تعمل أي تغير لأنه هو اوريدي بيكافح علشان يلبي الطلب اللي موجود. لكن في شركات علشان تقدر إنها تسرفايف أو تنجو بعد الكورونا بتحاول إنها تجذب المستهلكين عن طريق اللي هي البروجرامز ديت، لكن يعني تأثيرها انا ما اقدرش اقول ان هو يعني كبير قوي. شكرا جزيلا لوجودك معنا علي متولي المحلل الاقتصادي من لندن.